خلينا نشوف السؤال ما قبل الأخير. السؤال يقول: إرادة رقة بيت تبليط جدران مطبخ المطبخ وأرضيته، وكانت أبعاد أرضية هذا المطبخ من الداخل 4 متر 5 متر والارتفاع 3 متر. إذا كانت تكلفة المتر المربع الواحد من البلاط 12 دينار، احسب تكلفة البلاط علما بأن للمطبخ شباك مساحته متر ونصف المتر مربع وباب مساحته 2 متر مربع. إذا أنا هون عزيزي الطالب أمام مطبخ، طبعا كلنا بنعرف المطبخ عبارة عن غرفة فيها شباك فيها باب، هاي ربة البيت بدها تبلط هذا المطبخ، لكن كل متر مربع حكى راح يكلفها 12 دينار. بدي أنا أشوف كم راح يكلفها تبليط المطبخ. أول شيء علشان أعرف أنا تكلفة المطبخ لازم أنا أوجد المساحة الجانبية لهذا المطبخ، بعدين أنا أوجد مساحة الباب والشباك أخذهم أو أخصمهم أو أحذفهم من هذه المساحة حتى أتمكن من إيجاد التكلفة. طيب خلينا نشوف كيف أتعامل مع هذا السؤال. إذا قلنا في البداية أول شيء رح نوجد المساحة الجانبية، تذكر عزيزي الطالب شو حكينا عن المساحة الجانبية؟ ماذا تساوي؟ المساحة الجانبية عبارة عن محيط القاعدة ضرب الارتفاع. شو يعني محيط القاعدة؟ محيط القاعدة يعني 2 ضرب الطول زائد العرض مضروبة بالارتفاع. طيب الآن سؤال رقم 6. إذا المساحة الجانبية تساوي محيط القاعدة ضرب الارتفاع. شو يعني محيط القاعدة؟ قلنا 2 ضرب الطول زائد العرض ضرب الارتفاع. خلينا نطبق على الأبعاد ونشوف كم طوله. طبعا أنا دائماً باتل لأنه أول عددين طول وعرض والارتفاع على الثاني، ما حددت هي طول من عرض، إذا أنا باخذهم كمجموع. إذا أنا راح أحكي 2 ضرب 4 زائد 5 ضرب الارتفاع أعطاني 3 اللي هي 2 ضرب 9 ضرب 3، 2 ضرب 9 18 ضرب 3. شو بيطلع الناتج عندي؟ راح اضرب 18 في 3 8 في 3 24 3 في 1 3 في 2 5. راح تطلع معي المساحه الجانبيه 54 متر مربع. هاي المساحه الجانبيه. الان احنا قلنا بانه هذا المطبخ في عنده باب وعنده شباك، هذا الباب مساحته وهذا، رح خليني اخذ اشوف كم تساوي مساحة الباب والشباك. إذا مساحة الباب زائد مساحة الشباك، هذول محسوبين وخالصين. رح أحكي مساحة الباب 2 متر مربع زائد الشباك متر ونصف مربع، رح يطلع معي مجموعهم 3 متر ونصف متر مربع. هلا هدول بدهم يروحوا من مين؟ من المساحة الجانبية، لأنهم أصلاً من ضمن المساحة اللي هي مبلطة وجاهزة أو مش محسوبين من ضمن التبليط. إذا بدي أشوف كم يتبقى بعد ما أشيل أنا مساحة الشباك ومساحة الباب، كم يتبقى لدي من المساحة؟ إذا أنا راح أحكي ما يتبقى بعد إزالة الباب والشباك من المساحة. إذا أنا راح أحكي 54 متر مربع، بدي آخذ منها 3.5 متر مربع. شوف كم يتبقى؟ 54 ناقص 3.5. طبعا هون أنا عزيزي الطالب بتعامل مع
قصور عشرية، راح اضطر اضع فاصلة على يمينها صفر، الصفر ناقص خمسة لا يجوز، بتصير هاي ثلاث وهون بتصير عشرة، عشرة ناقص خمسة خمسة فاصلة بتنزل ثلاث ناقص ثلاث صفر، إذا تبقى لدي 50 متر ونصف. 50 متر ونصف المتر المربع بعد ما أزلت إلا. طيب الآن إحنا طلعنا مساحة جانبية، طلعنا عرفنا مساحة الباب والشباك، أخذناهم من المساحة الجانبية، تبقى علي إني أنا أعرف مساحة الأرضية اللي أنا بدي أولطها، الأرضية على شكل متوازي مستطيلات يعني هي مستطيل، معنى ذلك إني أنا راح أوجد مساحة الأرضية بقانون مساحة المستطيل. إذا أنا راح أحكي مساحة الأرضية تساوي الطول ب العرض، الطول 4 والعرض 5، إذا بتطلع 20 متر مربع. هاي مساحة. طيب الآن أصبح لدي كل المعلومات اللي أنت بدك إياها، عرفت المساحة الجانبية، عرفنا مساحة المساحة الأرضية، أنا بدي أطلع مساحة كاملة عشان أشوف كم راح تكلفني. إذا أنا راح أجي أحكي المساحة كاملة تساوي مساحة الأرضية زائد مساحة جانبية. إذا أنا الآن حيكون عندي اللي هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة الأرضية. كم المساحة الجانبية عزيزي الطالب؟ طبعاً إحنا بعد ما إحنا أخذنا منها أخذنا الباب والشباك، كم تبقى لدي؟ تبقى لدي 50 متر ونصف. إذا المساحة الجانبية بعد ما أخذت الباب والشباك 50 ونصف زائد مساحة الأرضية 20 متر مربع، الآن بطلع المجموع 70.5 متر مربع. هاي المساحة اللي أنا بدي أولطها، كل متر مربع منها راح يكلفني 12 دينار. إذا هذه المساحة اللي أنا بإيدي راح أقوم بعملية ضربها ب 12. إذا راح أطلب تكلفة البلاط تساوي المساحة ضرب سعر المتر المربع، يعني راح أضرب 70.5 ضرب 12 متر. الآن لما أضربهم على طرف عزيزي الطالب راح يطلع معي الناتج 846 دينار. 846 دينار التكلفة لهذا المطبخ. الآن تبقى لدينا عزيز الطالب آخر سؤال اللي هو السؤال رقم 7. السؤال السابع يقول هذا السؤال، صنع يزيد، يقول السؤال صنع يزيد حوض للأسماك من الزجاج على شكل متوازي مستطيلات، أبعاد قاعدته 80 سنتي و50 سنتي وارتفاعه 60 سنتي، ما مساحة الزجاج المستخدمة في صناعة هذا الحوض؟ إذا أنا هون بدي المساحة تعني المساحة الكلية. في إذا أنا أول شيء بلزمني مساحة جانبية، بلزمني مساحة قاعدتين، بالنهاية بطلع المساحة الكلية. طيب خلينا نشوف. إذا أنا ببدأ فيهم خطوة خطوة، راح أوجد المساحة الجانبية ثم مساحة القاعدة الواحدة ثم القاعدة. سؤال 7، أول شيء راح أوجد المساحة الجانبية اللي هي محيط القاعدة ضرب الارتفاع، يعني 2 ضرب الطول زائد العرض ضرب
الارتفاع. يعني اتنين درجة. خلينا نشوف الأبعاد العقلانية، أبعاد 80 و50. إذا هي 80 درجة عفوا زائد 50 درجة الارتفاع 60. طيب 2 درجة 80 زائد 50 130 درجة 60. راح أضرب هدول العددين، الآن بضرب بعطي أولوية، راح تطلع معي هاي بنزل الصفر 260 درجة 60، بنزل صفرين وبضرب 26 ب 6. طيب خلينا نشوف 26 ضرب 6، 6 في 6 36، 6 في 2 12 15، رح يطلع معك 15600 سنتيمتر مربع. طيب الآن هذه المساحة، المساحة الجانبية لهذا الحوض. خلينا نوجد مساحة القاعدة. إذا بدي أنا بدي أوجد مساحة القاعدة. مساحة القاعدة الواحدة تساوي الطول ضرب العرض. الطول 80 سنتي والعرض 50 سنتي، رح يطلع معي الناتج بنزل صفرين 4000 سنتيمتر مربع. هذا القاعدة الواحدة. إذا القاعدتين رح تكون عبارة عن 4000 ضرب 2 وتساوي 8000 سنتيمتر مربع. إذا هيك أنت هيك جهزت سؤالك لحتى إنك توصل للنتيجة النهائية. أوجدت مساحة جانبية، أوجدت مساحة قاعدتين، الآن بدي المساحة الكلية. إذا رح تكون عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. إذا المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. كم المساحة الجانبية؟ 15600 سنتيمتر مربع زائد الجانبية 8000 سنتيمتر مربع. اجبار ماجز الطالب زائد 8000 صفر صفر 6 تطلع 23600 سنتيمتر مربع مساحة المساحة اللازمة لصناعة هذا الحوض. طبعا هيك احنا انهينا عزيز الطالب حل الأسئلة وخلصنا درس مساحة محيط متوازي المستطيلات. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.